وفي الندوة الصحفية هذه الجديد هو تعرف اللي احنا تحملنا مسؤولية الهيئة هذه مع عناش برشا يعني منذ شهر نوفمبر الفارط خلال هذه الفترة اللي تعرف تعطلنا فيها شهرين ونص بسبب اقصائنا من طرف المعتصمين جرحى وممثلي شهداء الثورة اللي كانوا يطالبوا بنشر القائمة بالرائد الرسمي. وخلال هذه الفترة تأملنا في ملفات المقاومين وما عيناه هو أنه معناها حكومة الاستقلال لم تولي المقاومين المكانة التي تليق بهم، لأنهم هذم ناس ضحوا من أجل الوطن وقدموا الغالي والنفيس من أجل تحرير الوطن. ومع الأسف الشديد لاحظنا اللي يعني دولة الاستقلال تحركت في 74 سنة 1974 لما سنت قانون لقانون هذا اللي هو يضبط الجراية نتاع المقاوم. ومع الأسف الشديد يعني إعطاء صفة المقاوم كانت بين يدي معناها الحزب الحاكم. كان الحزب الحاكم هو الذي معناها الحزب الدستوري ثم بعد التجمع هو كان يسند صفة المقاوم للناس اللي معناها تطلب هالإسناد هذه الصفة. في الحقيقة القانون هو وزارة الداخلية هي اللي تعطي الصفة هذه حسب الفصل معناها الثاني من القانون المؤرخ في سنة 1974. منذ 74 يعني والمشرع سكت والدولة سكتت على موضوع المقاومين اللي كانوا يتحصلوا على منح حسب معناها الولاءات وحسب ثم في 2014 أحدثت ما يسمى اللجنة الوطنية بموجب أمر حكومي، اللجنة الوطنية للمقاومين. هذه اللجنة وقع الحاقها كما تعرف في سنة 2018 بالهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة اللي كان اسمها فقط الهيئة الوطنية الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية. وفي سنة 2018 بعد هذا الإلحاق أصبح اسمها الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية. بالطبع تقول لي شنو حذرته في هلا؟ احنا لقينا ملفات متراكمة، ملفات قبل 2010 يعني متراكمة. وبلا سمحني سيد العميد، اولا المقاومين مش مشمولين بالعدالة الانتقالية، ما التونجيل المقاومين اللي تشملهم العدالة الانتقالية هم اللي تحصلوا على قرارات جبر ضرر من لدن هيئة الحقيقة والكرامة. هذوما يعني سيقع البت في معناها قراراتهم إن شاء الله عن جلسة يوم الخميس هذايا، لأن عملنا جلسة أولى وتم الاتفاق يعني خلال الاجتماع الأولاني، خاطر في الأثناء وقع تغيير تركيبة الهيئة تركيبة اللجنة لأن يجب تغييرها كل 3 سنوات، ولم نستنفذ التركيبة كاملة إلا مؤخرا لأن وزارة فما وزارة عطلتنا في تعيين ممثل عليها. فسنجتمع إن شاء الله بعد استكمال التركيبة يوم الخميس المقبل للنظر في القرارات الصادرة على الهيئة الحقيقة والكرامة عذرا في المقاوم يعني جبر ضرر مقاوم اللي هما هذوما تحرموا من صفة المقاوم بسبب معناها الولاءات السياسية ولا هذا هو. نعم.